Bonjour, اليوم راح ناخد التيب كاتر من التريونجل. عنا التيب كاتر هو تريونجل إكيلاترال. ان تريونجل إكيلاترال أدمي تروا كوتي إيغو، يعني ثلاث خطوط قد بعض، هن الـ AB إيغال AC إيغال BC، و تروا أنجل إيغو ثلاث زوايا قد بعض، عنا الأنجل A إيغال الأنجل B إيغال الأنجل C إيجال 60 ديجري. نحن بنعرف يا شاطرين إنه جمع الزوايا، أنتوا بتعرفوا إنه الأنجل A بلس أنجل B بلس أنجل C إلنا قد 180 ديجري. جمع الزوايا هو 180 درجة. طيب، وإذا عنا ثلاث زوايا قد بعض فبصير عنا كل زاوية هي 180 قسمة 3، لأنه 60 زائد 60 زائد 60 هي 180، فكل واحدة بيطلع لها 60 ديجري، والأنجل A قلنا 60 ديجري. هي بالنسبة للتريونجل الإيكيلاترال، يعني إذا عنا تروا كوتي إيغو AB إيغال AC إيغال BC صار عنا هيدا تريونجل إيكيلاترال ABC. أو إذا عندكم تروا أنجل إيغو كل وحدة منهم إيغال 60 ديجري، بهالحالة بنقول إنه ABC الناتير لإله هو تريونجل إيكيلاترال. طيب، بيبقى عنا سانكيام تيب اللي هو تريونجل دمي إكيلاترال. تريونجل دمي إكيلاترال معناه انه هو نصه للتريونجل إكيلاترال. هلا بالنسبة للتريونجل إكيلاترال، اذا جبنا هلا خط وحطيناه من الأ بيربانديكولار بينزل، هذا معناه نصه صار عنا 2 تريونجل إكيلاترال. طيب، إذا نحن هزنا بيربونديكولار من الآ، يعني هيدي 90 درجة، هاي بتبقى 60، وهيدي قسمناها على النص بتصير نص 60 30. رح نشوف الرسم. مثل ما قلنا، إذا نزلنا بيربونديكولار من الآ سميناه للنقطة E، هيدي بتصير 90 درجة. الأنجل A إيجال 90 ديجري، الأنجل B بعدها 60 ديجري، مثل ما شفتوها قبل على الرسمة 60 ديجري الأنجل B، إن هيدي نزلت بيربونديكولار 90 ديجري، والأنجل A لأنها نزلت على النص، يعني الأنجل A قد 30 ديجري. يعني مجرد ما نشوف نحنا عنا تريانجل عنده أنجل 90 ديجري وعنده أنجل 60 ديجري وعنده 30 ديجري، بنقول عنه هيدا تريانجل دمي إكلاترال. إن 30 60 90 على طول منقله تريانجل دمي إكيلاترال. وإذا كان عنا هون الأنجل 60 60 60 منقل عنه تريانجل إكيلاترال. أو إذا كان عنده ترواكو تي إيغو AB إيغال AC إيغال BC بسوا بعض، منقل عنه كمان تريانجل إكيلاترال.